وبعد كده بكره هيكون مران هو الاهم، تستقر فيه على التعديلات اللي هتعملها في التشكيل، تستقر فيه على كيفيه تصحيح الاخطاء اللي وقع فيها النادي الاهلي من مباراه الزمالك، وتشوف الامور هتبقى ماشيه ازاي. وهو بكره التمرين الاساسي كمان للنادي الاهلي في برج العرب. نروح للوطن سبورت، الغيابات، وطبعا الكل بيتكلم على هذه الجزئيه. الوطن سبورت بتقول طيب دي صور لمران النادي الاهلي النهارده. بالمناسبه كده الملعب ده الفرعي، ملعب فرعي مش لبرج العرب، ده للفندق اللي بيكون فيه النادي الاهلي. ملعب جيد بالمناسبه، رحت وشفته كذا مره قبل كده يعني. تدريبات قويه، واضح ان كابتن محمود الخطيب كمان كمل مع الفريق هناك، ما رجعش على القاهره، وبيؤازر الفريق حتى مباراه سموحه، واكيد كان ليه بعض الكلمات مع المجموعه النهارده، وتحيه كبيره ليهم. صور مهمه، واهي زي لسه بقول لحضرتك، اكيد هنئهم على الفوز، وطلب منهم بذل قصارى مجهودهم خلال الفتره اللي جايه عشان يستمروا في هذا المظهر الجيد من حيث الاداء ومن حيث النتيجه كمان، وان شاء الله الفتره اللي جايه يكون افضل وافضل النادي الاهلي. وقعد تابع التدريبات، دي لقطات او دي صور من تدريب الفريق النهارده في استاد، او عفوا في الملعب الفرعي لفندق الاقامه الخاص بالنادي الاهلي بمدينه برج العرب. واضح كده ان هي تدريبات استشفائيه، واكيد ده بسبب الاجهاد بالامس. السعاده واضحه على اللاعبين بعد الفوز في هذه المباراه، وان شاء الله نتمنى لهم كل التوفيق خلال الفتره اللي جايه. كنا بنتكلم على الاصابات بعد مباراه الامس ومن الوطن سبورت، والكلام على محمود متولي اللي اصيب في الشوط الاول. اصابه محمود متولي عباره عن، لا ده خبر قبل ده بكتير، اصابه محمود ده متولي عباره عن مزق في العضله الخلفيه. مزق في العضله الخلفيه ده هيخلي محمود متولي بعيد عن الملاعب لمده من 4 لـ6 اسابيع، شهر ونص يعني، ان شاء الله يعود كمان لتدريبات الجماعيه مع النادي الاهلي. لكن لعيب ايضا مميز جدا محمود متولي. بالنسبه كمان لياسر ابراهيم، ياسر ابراهيم عنده اجهاد في عضله السمانه، هيبقى في محاولات ان هو يلحق مباراه سموحه، لكن صعبه جدا ان هو يلحق هذه المباراه. لكن في كل الاحوال بعد مباراه سموحه ممكن يكون متواجد في مباراه كانوا سبورت، رغم ان مش هيبقى في تعجل لاشراك ياسر ابراهيم في هذه المباراه، انت فرصك خلاص يعني عدت ال 99% في التاهل يعني. ده بالنسبه لياسر ابراهيم.